الحرب النووية. لا تكاد تخفت المخاوف من اندلاعها حتى تتعزز مجددا. مخاوف قديمة جديدة تحمل معها سيناريوهات مرعبة. There are 15,000 nuclear weapons on the planet, and the 9 nuclear weapon states are in conflict with each other. The United States and North Korea, NATO and Russia, India and Pakistan. We're just one misunderstanding. 3, 2, 1, push! One mistake, or one fanatic politician away from a nuclear conflict. أكثر من 40 عاماً كرسها البروفيسور براين تون في جامعة كولورادو لدراسة الحروب النووية. تنهال عليه الرسائل منذ بداية حرب أوكرانيا تتساءل عما قد يحل بالعالم إذا تم بالفعل استخدام الأسلحة النووية. أسلحة تدميرية تضاءل حجمها لكن قدرتها تضاعفت فيما تتقلص المنطقة العازلة بين مالكيها. فهل خطر استخدامها حقيقي؟ أم أن التلويح بالأسلحة النووية بات خدعة من خدع الحرب؟ وما هو حجم التدمير الذي يمكن أن تسببه ضربة نووية؟ الجواب على الخريطة. قد تكون الذاكرة الجماعية أقصر من فهم عواقب السلاح النووي الذي استخدمته دولة واحدة فقط حتى الآن، هي الولايات المتحدة الأمريكية مرتين في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين منذ 80 عاما تقريبا. ورغم تقلص عدد الأسلحة النووية بشكل جذري منذ انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، تزايدت المخاوف دوليا من عكس هذا الاتجاه قريبا. بالعودة إلى البروفيسور براين تون الذي تحدث في فبراير 2018، أي قبل 4 سنوات من بداية حرب أوكرانيا في أحد مؤتمرات سلسلة تيد، أخذ حينها مثال كوريا الشمالية والولايات المتحدة. Let us imagine, for example, that the United States attacks Pyongyang, North Korea, the capital, with the smallest bomb carried on a Trident missile submarine. 500,000 people, about the population of Sacramento or Baltimore, would die. يشرح براين تون أن الأسلحة النووية تقتل بأربع طرق مختلفة. في هذه الدائرة البرتقالية تنطلق موجة صدمات قوية جداً قادرة على هدم المباني الخرسانية وقتل كل شخص موجود في المنطقة. وفي الدائرة الحمراء ينطلق إشعاع من القنبلة الذرية أثناء انشطارها قادر على قتل من 50 إلى 90% من السكان على مدى الأسابيع القليلة التالية. وفي هذه الدائرة الخضراء تستمر موجة الصدمة بقوة كافية لهدم المباني السكنية. وفي هذه الدائرة الصفراء التي يبلغ قطرها نحو 10 كيلومترات، يحدث انفجار من الضوء شديد السطوع الذي إن تعرضت له البشرة فستصاب بحروق قد تكون قاتلة، وتشتعل النيران في كل الأشياء القابلة للاشتعال مثل أوراق الشجر والصحف والملابس وغيرها، كما يشرح براين تون. التلويح بالنووي على أي حال ليس جديداً، فالولايات المتحدة كانت أول من نشر أسلحة نووية في قواعد الناتو في أوروبا الغربية في 50ات القرن الماضي، عندما كانت توترات الحرب الباردة في أوجها مع الاتحاد السوفيتي. وبلغ عدد الأسلحة الأمريكية المنتشرة في أوروبا ذروته بأكثر من 7000 في السبعينيات، ثم انخفض في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات مع إبرام اتفاقيات للحد من التسلح. لكن موسكو حذت حذو واشنطن ضمن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ورث فلاديمير بوتين أسلحة الاتحاد السوفيتي النووية، أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية، يقدر بنحو 5977 اعتباراً من عام 2022. وقرر بوتين للمرة الأولى إخراج بعض هذه الأسلحة التكتيكية من موطنها ضمن تداعيات حرب أوكرانيا. ونشرت موسكو 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ونقلت أيضا عددا من صواريخ إسكندر القادرة بدورها على حمل أسلحة نووية. قرار جاء ردا على قرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب. وأعلنت موسكو أيضا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، حليفها الاستراتيجي الأول، والتي تتشارك حدودا طولها 418 كيلومتر مع بولندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي. تملك الولايات المتحدة ثاني أكبر قوة نووية بعد روسيا 5428 رأساً حربياً نووياً حالياً حتى 2022، لكن تم نقل الرؤوس النووية للمرة الأولى إلى المملكة المتحدة عام 1954، وبعد ذلك إلى 6 قواعد عسكرية في 5 دول أعضاء في الناتو، في بلجيكا وأيضا في ألمانيا، بالإضافة إلى قاعدتين جويتين في إيطاليا وقاعدات فولكل الجوية في هولندا وإنجرليك في تركيا. المعلومات بشأن المخزونات النووية الأمريكية الحالية هناك سرية، لكن التقديرات تشير إلى وجود 100 قنبلة نووية في أوروبا. وهذه القنابل ليست مسلحة أو محملة على متن مقاتلات، بل مخزنة تحت الأرض وتبقى أكواد تفعيلها في أياد أمريكية. وفي وقت الحرب فإن مقاتلات الحلفاء ستقرع من تلك المواقع متجهة إلى أهدافها لإلقاء القنابل. تتكون الترسانة النووية الأمريكية في أوروبا بالكامل من قنابل الجاذبية من طراز B-61 يتم إسقاطها من قاذفات الحلفاء أو الطائرات المقاتلة، وهي في الخدمة منذ أكثر من 50 عاماً، تم تحديثها مرة عدة، وتعتبر آخر سلاح نووي تكتيكي متبقي لدى الولايات المتحدة. وذكرت مجلة بوليتيكو أن الولايات المتحدة تسرع نشر نسخة حديثة من B-61، وهي B-61-12، وتحمل القنبلة التي يبلغ طولها 3.6 أمتار رأسا نووية أقل قوة مقارنة بالعديد من الإصدارات السابقة، لكنها أكثر دقة ويمكن أن تخترق سطح الأرض وفق اتحاد العلماء الأمريكيين. في 2017 فصلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية سيناريوهات استهداف موسكو لمدن ومناطق أمريكية في تهديد كان صادماً حتى بمعايير روسيا نفسها. وقال التلفزيون الحكومي الروسي إن صواريخ روسيا المجهزة بالرؤوس النووية ستكون قادرة على استهداف البنتاغون وكامب ديفيد ومحطة الإرسال اللاسلكية التابعة للبحرية الأمريكية في واشنطن وفورت ريتشي في ماريلاند وقاعدة ماكليلن الجوية في كاليفورنيا. في كتابه Atomic Audit، التدقيق الذري تكاليف وعواقب الأسلحة النووية الأمريكية منذ عام 1940، يقول ستيفن شوارتز إن التركيز تحول الآن من استهداف المدن إلى المخزونات النووية والبنية التحتية المرتبطة بالحرب النووية. وعرض على الخريطة النقاط الأساسية التي سيتعين على روسيا مهاجمتها للقضاء على القوة النووية الأمريكية. لكن حتى لو سويت بالأرض كل صومعة وكل صاروخ باليستي عابر للقارات وسلاح نووي مخزن وتم القضاء على كل القاذفات ذات القدرة النووية، يمكن للغواصات النووية الأمريكية أن ترد في أي لحظة وفق شوارتز، وفي أي وقت أيضا. فلدى الولايات المتحدة 4 إلى 5 غواصات مسلحة نوويا في حالة تأهب قصوى في مناطق دورياتها في انتظار أوامر الإطلاق.
موقع الأسلحة النووية يبقى على أي حال سياسياً أكثر من كونه عسكري، فأثر استخدامها لا يقتصر على البقعة الجغرافية التي تستخدم فيها، بل قد يصل إلى كل بقاع الأرض. فهل يعود العالم إلى رشده وتبقى فقط الترسانة النووية مجرد سلاح ردع واستعراض قوة، أم يتم استخدام هذا السلاح في ظل حالة الاستقطاب التي يعيشها العالم؟ شاركونا آراءكم على المنصات الرقمية لسكاي نيوز عربية. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة جديدة على الخريطة.